مشاهدينا، وللمزيد حول بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم دكتور. أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. بداية، ماذا تمثل هذه الدعوة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة؟ الحقيقة هذه الدعوة أخي مهمة جدا، وتكمن أهميتها بأنها من حقيقة دولة عانت كثيرا من نظام الفصل العنصري وناضلت ضده كثيرا، وعقود طويلة تكلل هذا النضال بانتصار تاريخي على نظام الفصل العنصري، والربط المباشر بين حالة جنوب أفريقيا وحالة الكيان الصهيوني في مسألة الفصل العنصري والجرائم المرتكبة في هذا السياق، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية، والتي يعني هي حقيقة هنا الموضوع أيضا مهم جدا، لأنه من شأن هذه الخطوة الشجاعة الحقيقة التي يعني اتخذتها دولة جنوب أفريقيا أنها سابقة قانونية تجاه هذا الكيان المحتل، على الرغم من أنه الجهة الأكثر انتهاكا للقانون الدولي، لكن مع ذلك هي تعتبر وبالنسبة للإبادة الجماعية لها خصوصيتها بأنها تكون مهمة جدا لإيقاف نزيف الدم في قطاع غزة، وإلزام الكيان المحتل بإيقاف أو تعليق العمليات العسكرية بشكل فوري. نعم. هنا أيضا دكتور، رغم معرفة الاحتلال السابقة بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلا أنه يصر على ارتكابها يوميا. من وجهة نظركم كيف تفسرون سلوك الاحتلال؟ ألا يخشى من العقاب؟ ربما هناك جهة تعاقبه أو تحاسبه على هذه الجرائم؟ حقيقة أخي، السيرة المزدحمة بالانتهاكات والجرائم لهذا الكيان المحتل طوال العقود الثمانية الماضية مردها أنه كان بمنع عن المحتبة فضلا عن المعاقبة والعقوبة وإصدار الأحكام بحقه. لماذا؟ لأنه يعني كيان زرع من دول مركزية في العالم كما معروف عنها، فهي هو كيان يعني أصلا هو كيان غير شرعي تم زرعه من قبل بريطانيا وتمت رعايته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية طوال هذه يعني العقود الماضية. يعني يشكل أداة من أدواتهم للتجسر على المنطقة، فليس من صالحه من صالح الداعمين له أن يقف بموقف المتهم. فهم يعني هو يجعلونه بمنع عن هذا الموضوع في كل مرة حقيقة. في جزئية دكتور الإبادة الجماعية، هناك من يظن أن تسمية جريمة الإبادة الجماعية تعني فقط التدمير الفوري والمباشر لشعب غزة، هل إذا ما وصل الأمر إلى ما دون التدمير المباشر ألا يعد هذا الفعل مجرما؟ يعني اليوم هناك تحذيرات من أن يموت سكان غزة بالمرض، أن يموتوا بالجوع، أن يموتوا بالتشريد، ليس فقط في الصواريخ التي تقتل مباشرة. مؤكد أخي هذا الكلام، يعني الإبادة الجماعية مجرد إثبات نية تنفيذ الجريمة هذه، يعني ولو بالنوايا أن تثبتها فهو ندخل نحن بهذه الاتفاقية، لا سيما وأنه في قطاع غزة لدينا عشرات الآلاف من الضحايا. الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، وكما تفضلت هنالك تعطيل
لكل مظاهر الحياة. هنالك يعني انهيار في النظام الصحي، هنالك توقف شبه كامل للحياة، يعني النظام المياه الصالحة للشرب، المياه الثقيلة، هذه كلها حقيقة مشتركة، يعني مشتركة تدلل على، فضلا عن الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية والمساكن والأعيان المدنية بمختلف على كافة الصعد حقيقة، هذا كله هو من باب تنفيذ هذه الجريمة المركبة هي. نعم، في إطار البيان الذي أصدرتموه وتضامنكم مع جنوب أفريقيا، يعني الدعوة التي تطالب فيها جنوب أفريقيا بالتعليق الحملة العسكرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، ما الآليات التي ممكن من شأنها أن تنفذ مثل هذا الطلب، أن يعلق العملية العسكرية؟ هو أخي، منظمة محكمة العدل الدولية أحكامها طبعا بالمطلق هي أحكام قطعية، نعم، وغير قابلة للاستئناف، وتكمن المشكلة في آلية التنفيذ، لأنها لا تمتلك هذه الآلية نعم إلا في حالة الإبادة الجماعية، نعم، لأنها مسألة تتعلق بحياة جماعة من الناس أو شعب من الشعوب، لذلك تحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن بشكل فوري ليتخذ هو موقفا بهذا الشأن، ولأنه هنالك مساعي لإيقاف جريمة قتل، فهنالك أولويات كثيرة أمام يعني مجلس الأمن في أنه يحترم قرار المحكمة ويتم تنفيذه على أقل تقدير. نعم. طيب، ما أهمية القرارات الصادرة عن المحكمة، وهل يعد حكمها قضائيا؟ لا شك، يعني هذه هو طبعا المحكمة يعني حل النزاعات بين الدول. نعم. هذه محكمة العدل الدولية. نعم. هي تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية. نعم. طبعا والمحكمتان يعني المقر في لاهاي، لكن مختلفة هنا المهام كثيرا. طيب، هي تتعامل مع الملف ك يعني لحل النزاع بين الدول وحل القضايا بين الدول، يعني مستوى الدولة، فهذا يكون بشكل أشمل حقيقة. نعم، هو لا يشخص الجاني بشكل دقيق، لكنه يضع مسؤولية أكبر بكثير، لأن القرار يشمل الدولة كاملة وإن لم تعترف الدولة بهذا القرار. يعني فرضا، يعني مثلا في 2004 كان قرار المحكمة العدل الدولية في أنه بالنسبة للجدار الفصل العنصري، لكن الكيان الصهيوني أدار ظهره للقرار لأنه لا يتعلق حقيقة بحياة الناس بشكل مباشر. نعم، هو يؤثر على حياتهم بشكل غير مباشر بالنسبة لتفريق العائلة. نعم، بالتأكيد، لكن ما يتعلق بحياة البشر كقتل ويعني نية تهجير، لا يمس حياة المواطنين أو البشر بطريقة مباشرة. نعم، بشكل بالضبط. طيب، هنا أيضا ما أهمية انضمام أكبر عدد من الدول في مثل هذا النوع من الدعاوى، يعني تركيا، الجزائر، جنوب أفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، جزر القمر، وكذلك جيبوتي، إضافة إلى منظمات أخرى، منظمة العمل الإسلامي أيضا ساند هذه الخطوة. ما أهمية أن تنضم أكبر عدد من الدول مساندة إلى مثل هذه القضايا؟ أخي الكريم، حقيقة هو الانضمام إلى هذه الدعوة هو يعني أقل من أضعف الإيمان بالنسبة لجميع الدول، سواء يعني العربية أو الإسلامية أو حتى الدول التي تحترم نفسها والدول التي تعد نفسها حرة. نعم. لماذا؟ لأن هذا الانضمام يعني الحقيقة يدعم الموقف، لا سيما وأنه لدينا أكثر من 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ساندت قرار وقف إطلاق النار. نعم. مطلعة اليوم، العالم مطلع بشكل كبير على المعاناة التي يعانيها أهلنا في غزة. تخيل أخي التعتيم الإعلامي
في يعني داخل الكيان الصهيوني نعم. يقول كثير من المراقبين بصعوبة شديدة نتمكن من معرفة ما يحدث، حقيقة ما يحدث على الأرض في غزة. نعم. هذا دليل على أنه الاطلاع على هذا على هذه الجرائم التي تحدث بحق المدنيين في غزة مهم جدا، ومهم لدفع القضية للأمام ولإحراج الداعمين الغربيين بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه هذا يعني اليوم لحفظ ماء الوجه ممكن يعني ولو لم يتبقى لديه. نعم. حقيقة ما ذلك يعني هم بالنسبة لهم من وجهة نظرهم لا يستطيعون أنه يتغاضون أو يتجاهلون هذا الموقف إن كان معضدا وأكثر بالنسبة لهذه القضية المهمة حقيقة في هذا التوقيت بالذات. الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، نشكركم على هذه المداخلة، شكرا لكم. حياك الله، أهلا وسهلا.